سألوني ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟ فأجبت: تعلمت أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. تعلمت أن أقول الحمد لله على كل شيء. تعلمت أن الحياة ممكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة. تعلمت أن أعمل الخير ولا أنتظر أي مقابل لكي لا أصدم. تعلمت أن الكلمة الحلوة والنفس البشوشة رأس مال الطيب. تعلمت أن أغنى إنسان في العالم الذي يملك الأمانة والصحة. تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان. تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي. تعلمت أن من يريد من الناس أن تسمعه يجب أن يسمعهم أولا. تعلمت أن ليس كل الناس على نياتها. تعلمت أن كثير مما تعلمناه بالمدرسة شيء والواقع شيء آخر. وتذكر أنك ستواجه